انت ما بدك تحكي؟ تعال ذوق منيحة. ايه مالحة كتير. هيك اصولها. انت ما بدك تحكي شيء؟ صاير اضرب من تيم ها؟ شو بدي اقول لك يعني؟ وانت بنص هالميمعة كلها مو نسيان تجيب معك الطقم اللي بدك تحضر فيه سهرة اليوم، بقى لا تعمل لي فيها حساس وشاعري. انت مأمن انه بس ما رح تضل بمحلها وعاطي لحالك فرصة تروح تعمل اللي بدك اياه وترجع لها ايمتى ما بدك. هلا هذا اللي طلع معك؟ بعدين من وين جبت هي حساس وشاعري؟ يعني وين مرق جملة بحديثي بتعبر عن هي الحالة؟ وين السهرة اليوم؟ سهرة بتهوي بس ضرورية مشان الشغل. انت فكرك شغلة الكاتب انه يكتب؟ لا، شغلة الكاتب انه يعمل دعاية لحاله، علاقات عامة يعني، وما حدا مطشوش شو عم تكتب ها؟ بالاخير كله بينشاف. ماني مفكر شيء، تعال ذوق هيك احسن. لا صارت صايفة كثير هيك. ايه بتخليها تتبخر. بترجع بتصير مالحة. ما راح كبها. حاطط فيها لحمة. أنا ما عم بقول لك الكبة، أنا بس عم بوصف لك الحالة. هلا أنت قررت تطلق؟ لا ما بعرف، بس لا لا يعني أنا مستحيل أترك بسمة لحالها، أو مستحيل أترك تيم يكبر بعيد عني، لا هو ولا الولد اللي جاي. بس أنا حابب أعمل إجازة، إجازة من الحياة الزوجية. لو يا ترى يا هل ترى بسمة حبت تاخذ إجازة، شو ردة فعلك؟ لك يا رجل صحح لك مرة، شايل البيت كله ومحترمتك، مو حاسس حالك قديشك سخيف هلا؟ لا انا قلت ببداية المشهد انه انا تافه وسخيف. ايه بس اتذكر انه مو دائما انت بتكون متحكم بالمشاهد، لكون صدقت حالك ها وفتت بالدور انه انت بتكتب ويلي بتكتبه بيصير. عن جد انك اناني جدا جزيلا. ايه بعرف، بس انت رفيقي وبدك تتحملني، وبعدين ما فتت بالدور لانه بالنهايه في مخرج اللي بده اياه بيصير، يعني بجوز يحس في شخصيتي كلياتها على بعضها، يحسها ما لها طعمه بس فيها لحمه.